نثمن هذا العمل الجليل المشترك بين جمعية المدارات الخيرية وبين لجنة الطبق. هذا العمل المشترك طبعا احياء للنصف ليلة النصف من شعبان ومن جهة لجنة الطبق، وكذلك تكريم عيد العمال من جهة جمعية المدارات الخيرية. تكريم عيد العمال في ليلة النصف من شعبان هو عمل موفق طبعا، من بتكون الجوانب الإيجابية لهذا العمل أكثر وأكثر.